لماذا نشاهد الكرتون؟ هل سألت نفسك يوما لماذا أنا أشاهد الكرتون؟ ما هو هذا الشيء؟ هو مجرد رسم على ورق، هو مجرد رسومات ملونة، هو مجرد عدة لقطات تتحرك. لذا لماذا نشاهد الكرتون؟ ما هو النوع السحر الذي فيه الذي يجذبنا نحوه؟ لماذا نحب الشخصيات لا أساس لها من الواقع؟ لماذا نتخيلها حقيقية ولا نستطيع العيش من دونها؟ لماذا نشاهد الكرتون؟ هل نحن نجذب نحو الرسم أو الصوت؟ هل يمكننا مشاهدة الكرتون دون الصوت؟ أعلم أنك تسأم من ذلك، ولكن إذا بقيت تسمع صوتا دون الصورة كيف سيكون ردك؟ لماذا نشاهد الكرتون؟ مرة جدتي رأتني أشاهد الكرتون ورأت أشياء خارقة للعادة، فصدقت ذلك وكانت متعجبة وقالت لي: كي غاية؟ ألم تسأل نفسك يوما كيف دخل الكرتون حياتك؟ ولماذا تشاهده؟ ولماذا أنت متعلق به؟ ولماذا تحبه؟ ولماذا تعشق الشخصيات رغم أنها ليست حقيقية؟ أصدقائي، طرحت هذا الموضوع ليس لأنني أكره الكرتون، بل جاءني تفكير جنوني فأردت مشاركتكم هذا. أخبروني في التعليقات لماذا تشاهدون الكرتون؟